كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. إزيكم يا أصحابي، وحشتوني جدا، عالم حواديت بتحبكم جدا. يلا نسمع مع بعض حدوتتنا الجديدة. نسيت، ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك، بحبكم جدا. الله بابا، عشان خاطري يا بابا انا عايز اشرب من البير دوت. البير ده شكل ميته حلوه قوي وانا عايز اشرب منها. تعالى يا بابا نشرب منه عشان خاطري. طب اشرب بسرعه وتعالى يا سيمبا. يلا هشرب بسرعه اهو يا بابا. يا دوتني. ايه ده يا ابني، ايه اللي قلبك كده؟ هو انت مالك بقيت باجنحه ليه؟ يا لهوي ياما، الحقوني يا ناس، ابني اتحول وبقى طيار. يا خبر ابيض علينا. الحقني يا بابا، انا ايه اللي حصل لي دوت؟ بعد ما شربت من الميه انا اتحولت. هو ده طلع يا بابا البير المسحور ولا ايه؟ يا خبر يا ابني، ده عمك نمور قال لي ان في بير مسحور بس ما صدقتوش، وقلت له انت بتضحك علينا عشان ما نشربش من البير، واديك اتحولت يا ابني وبقيت اهوت باجنحه. يا نهار ابيض، امك هتموت. ايه ده يا ملك سيمبا، هو ابنك اتحول للاسد اللي ابو اجنحه؟ لا يا ملك سيمبا، انت لازم تشوف لك حل. انا اعرف في ساحره شريره بترجع الحيوانات لطبيعتها. تعال يا ملك سيمبا نروح لها بسرعه، واوعى تقول لها ان انا اللي قلت لك احسن تاكلني وتحولني. لا يا بابا، عشان خاطري مش عايزه اروح لساحره شريره. اديك بتقول يا بابا دي شريره، يعني ممكن تاذيني ولا تخليني حيوان متوحش زي اللي بيشوفهم. يا بابا ارجوك يا بابا حل لي الموضوع دوت، انا عايزه ارجع سيمبا الصغير. طب يلا يا ابني يا سيمبا حبيبي، خلينا نروح البيت نشوف امك هتتصرف معانا ازاي. ايه ده يا ابو سيمبا، انت ليك صاحب مجنح يا حبيبي ولا ايه؟ لا يا امو سيمبا، ده ابنك سيمبا شرب من البير المسحور واتقلب زي ما انت شايفه قدامك كده اهو. ابني دنايا، ايه اللي حصل لك يا ابني؟ يا حبيبي يا ابني بقيت باجنحه. والنبي يا حبيبي، انا شايفه ان انت كده احسن، على الاقل هتطير وتجيب لنا طلبات البيت كلها بدل ما ابوك اللي قاعد لا بيصد ولا بيرد دوت. انا شايفه البير المسحور هيسحرنا كلنا. يوه، ايه البومه اللي شكلها يخوف دي يا ابو سيمبا؟ هي مالها بتطير وجايه وراكوا ليه؟ مين دي؟ جرى ايه يا ام سيمبا؟ انت مال لسانك كده يا اختي زي المبرد؟ ايه لسانك طويل كده ليه وبتشتميني؟ انا لساني طويل يا بومه؟ ليه شايفاني افعى قدامك؟ طب والنبي يا اختي ما انا سايباكي. يا ماما ارجوك يا ماما اهدي بقى، انا مش عايز خناق، انا عايز ارجع سيمبا الصغير، مش عايز اكون باجنحه يا ماما. احنا يا ابني ما قدامناش غير حل واحد، نروح للساحرة الشريرة نشوفها هتعمل معاك ايه. اللهم صل على النبي. امال لما انت يا حبيبتي الساحرة الشريرة، امال سبت قال الطيبين؟ ده انت حلوة خالص. بس انا مش شريرة يا ام سيمبا، انا ده لقب العيلة، اسمي الساحرة الشريرة، بس انا طيبة خالص. امروني بقى، عايزين نعمل لكم ايه؟ مالك يا ابو سيمبا، شايفك يا حبيبي كده مش على بعضك، مالك ما توزن كده. انا مش عارفني، انا تهت مني يا ابو سيمبا بصراحه. شفت الساحره الشريره؟ لما هي شريره تكون انت ايه يا ابو سيمبا؟ انا يا اخويا الكابوس اللي هيقضي عليك وهيفوقك من اللي بتحلم بيه. هو انا لسه ما فقتش يا ابو سيمبا، انا فقت من زمان قوي يا اختي. لينا بيت نتكلم فيه يا ابو سيمبا، احنا دلوقتي نشوف موضوع سيمبا وبعد كده هتصرف معاك. كنا ماشيين انا وسيمبا وشرب من البير المسحور واتقلب زي ما انت شايفه كده، عايزين نرجعه تاني لطبيعته. بسيطه يا ملك سيمبا، هو شرب كام مره من البير المسحور؟ والنبي انت اللي بسيطه يا سنيوره، شرب مره واحده. وانا يا ابو سيمبا هشرب من دمك ان شاء الله. هيروح يا ملك سيمبا عند البير المسحور ويشرب مرة كمان وهيرجع لطبيعته. بس خلي بالك، لو شرب منه تاني هيبقى أناني ومش هنعرف نرجعه تاني. حاضر يا سنيورة. يلا يا ابني اشرب من البير، خلينا نرجع البيت في اليوم اللي مش فايت دوا. اشرب اهو يا بابا. نم 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 نم.
هيتوكس، ده انت لو انت بتطير كنت ارحم، على الاقل كنت بتطير وتجيب لنا الطلبات. اهي رجعت ريما لعادتها القديمة، يلا خلينا نروح، خنقتوني. لا 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 لا، انا مش هروح معاكو، انا لازم اروح للسنيورة عشان اشكرها. واجب. وانا بقى هديك درس في الواجب دوت، خد في دماغك، خد في دماغك. سيبيني يا ساحرة يا طيبة، سيبيني يا ساحرة يا طيبة. وكمان بتتريق يا شيخ، حرام عليك. وتوتة توتة خلصت الحدوتة، حلوة ولا ملتوتة؟ ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل حوادثنا الجديدة. عالم حواديت بتحبكم جدا، باي باي.